الرحيم شاكير، ثم رأس الحرب في اللقاء النهاردة النجم محسن ياجور أبو جوارو هداف الهدافين. أحداث للمباراة من لحظات قليلة، إنيمبا النيجيري النهاردة في لقاء العودة حقق فوز كبير بالخمسة، أي نعم إنيمبا النهاردة فاز 5-1 على راين سبورت الرواندي عشان لقاء الرجاء المغربي أمام كارا الكونغولي. الرجاء النهاردة على اليمين بالزي الأبيض، وفريق كارا خطيرة هيكون على الشمال بالزي الأبيض مع الأهلي المصري في 2014 في يوم وفي سنة للتاريخ بكل تأكيد. عرضية حلوة والهدف جول جول، الهدف الأول، الضربة الأولى، اللدغة الأولى في المباراة. ياه 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 يا على البداية، يا على البداية، يا على الفرحة، يا على المتعة، يا على الإثارة. الله عليكم يا شباب، الله عليكم يا نجوم، الله عليكم يا جماهير يا عظيمة، يا جماهير نادي الرجاء. العرضية والارتقاء والرأسية والهدف الأول مع دخولنا للدقيقة الرابعة من بداية المباراة. الرأسية إيه؟ قوية، صاروخية، رهيبة، غير عادية، وهدف أول جميل. فرحة أولى لكل المحبين لنادي الرجاء الرياضي المغربي. هو الخطير، هو الرهيب، هو الأسمراني أبو ضحكة جنان محسن ياجور، ياجور ياجور ياجور. الكابتن فتح جمال هجمة ومحاولة بعرضية قوية ناحية الحارس على طول أنس الزين. في مباراتين في وقت واحد في ختام لقاءات اليوم، بل في ختام لقاءات العودة في الربع النهائي، لقاء يجمع للكبرين والاستمتاع بأحداث هذه اللقاءات. دفاع وحارس موجود، ساقة موجودة في الأداء بشكل ممتاز في أداء الرجاء. مش كلام طبعا الفوز في لقاء الذهاب وكمان الهدف المبكر في الدقيقة الرابعة كمان زود كمان وكمان وكمان وكمان. حفيزي، هادي عبد الله حفيزي، بورتو عالية أمامية في السماح حلوة، الاستلام والثقة العالية والباصة حلوة، الاستلام عدى وفات والهدف، الهدف مش ممكن، طلعوها الدفاع. الرجاء الرياضي وحتى الآن عاملين مباراة كبيرة جدا حتى تنهزها مع تقريبا دخولنا على أول ربع ساعة من بداية الشوط. يعملوها ازاي؟ هيحطوها فين؟ هنشوف. انتهى بعرضية لبرة، تصويب ولكن ضعيفة ورا في إيد الحارس. مس فكرة حلوة بالحفيز والهجمة بالعرض، انطلاق بتالي من شاكير والتصويب ولكن بعيدة كل البعد. 83 عام فاز بلقب الدوري الكونغولي 9 مرات آخرها في عام 2008. خطيرة الصدة ممتازة من أنس الزينيتي، طلع كورتو أنس تطرد هاجم على الشمال، استلام مرة تانية محمود، بس أمامي لجبيرة، جبيرة عرضية لبرة، متابعة دفاع رائع جدا. فاز بلقب هذه البطولة كان النجم الساحلي التونسي، هذا الكلام كان في عام 2015. السرعة عدة على تسجيل الثنائية كمان في مرمى ماسة شاكير، والعرضية عالية فوق واللمسة ولكن تعدى برا الملعب. فكرتها حلوة جدا، عرضية ساحرة بقدم اللاعب شاكير ومتابعة بيقف في المكان الصح وكمان بيلعب السهل، بيسهل كمان المهم على نفسه. يعني نادي الرجاء في صيف هذا العام ضم أق حمود بن حليب، كل دول لعبوا 11 مباراة في البطولة، لم يغبوا عن أي مباراة في البطولة في هذا العام. الفاول من مكان ممتاز بقدم عبد الرحيم شاكير، منطقة خطورة عبد الرحيم، عرضية على وراسية تعدي، لسه في خطورة موجودة، هوب التصويب عدى فات في خطورة غير عادية محمود ولكن اتأخر في محمود. فازوا في النهائي على مين؟ على منتخب نيجيريا 4-0 وقدموا بطولة من نار بمستوى عالي رهيب. وكان حد مين تحضير بالعرض ورا للرجاء، لمسة عرضية حلوة خطيرة تعدي ورا ناحية الحارس ماسة حارس المرمى أبطال الدوري في عام 74. باص أمامي، يعني حقق أطول تاريخه 13 بطولة منها بطولة وحيدة. الملعب أول أمس ولكن بأمان، خروج مشرف، يرفع الرأس عرضية رأسية هدف من الرجاء، خروج وفق السيف يلعب مع الأهلي في المربع الذهبي، والتراجي مع أول أس عرضية عالية خطيرة، دفاع ممتاز من دفاعات اللاعبين احتياطي موجودين النهاردة في تشكيلة الرجاء اليوم برا على رأسهم. خطيرة الهجمة تقطورة العرضية والدفاع ولكن طلعوها برا. أبناء نادي الرجاء الرياضي المغربي، لمسة برأسية
تترد من اقدام اللاعب للمباراة النهائية في حال وصول نادي الرجاء لنهاية هذه البطولة. تقريبا 16 سنة خبرة في مجال التدريب الرياضي. مدرب جريده هجمة سريعة خطيرة تصويب ولكن بعيدة. ولكن تلعب بره بعيدة على المرمى. اللاعب رقم واحد وليس ترد عبد الرحيم شاكير مع كرة عبد الرحيم انطلاق عن طريقة بس حلوة جميلة خطير الهدف مش ممكن متابعة ودفاع. النادي الرجاء لو ضغط هيمتع الناس كمان وكمان. الكعب العب يا فنان العب يا موهوب رحيمي والانطلاقة يجور يجور لسه يجور مع الكورة لسه يجور والدفاع بقوة. جديد وهي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. الجيش بال السنوات الماضية انطلاقة وباصة ومهارة من أوكلاي خطيرة والدفاع ممتاز. صالح فريق كارا برازافيل الكونغولي على طول عرضية عالية فوق والحارس أنس الزينيتي. نادي الرجاء الرياضي هذه جماهير الرجاء هذه جماهير الموج الأخضر جماهير النسور الأخضر. لسه المخالفة من مكان بعيد جدا تصويبة قوية ولكن بعيد فوق العرض. تصويبة قوية ولكن تلعب برة بعيدة ضربة المرمى. مدرب فرنسي على مستوى عالمي بكل تأكيد. الهجمة على الشمال خطيرة العرضية حلوة الكعب والهدف مش ممكن يا الله والراسية والهدف مرة ثانية ولكن تلعب برة. يا على الجملة العالمية جملة جميلة على مود ورب هذه العادة مرة ثانية. بص الكعب الله عليك يا ولد الكعب الجميل والتصويبة القوية ثم الراسية من الحفيظي على اليمين حلوة خطيرة ناحية أوكولي عرضية رأسية روعة من سند تصل على الشمال طبعا يعني بيكون هنا الشانسي وراء على الشمال لجبيرة تصويب ولكن بعيدة جدا. تصويبة أي نعم قوية ولكن بعيدة على المرمى. تلعب برا بعيدة على المرمى. الشباب صغار السن له مستقبل كبير على رسوم محمود بن حليب وسفيان رحيمي وكم لكيفتوكا على اليمين سريعة لمبانجو عرضية ودفاع من دفاعات الرجاء الرياضي ولكن تعدي وراء. رقم اثنين عبد الرحيم شاكير أمامية قوية حلوة عطف اليمين سريعة ولكن عرقلة من نصيب سفيان. حسن بوعين خرج حسن نزل عفوا عرضية في دي الحارس على طول ماسة خرج طبعا قبل ملاقات نادي إنياب النجيري لقاء ذهاب بإذن الله يوم 3 أكتوبر القادم في على فكرة في بطولة الدوري أبطال طبعا أفريقيا نادي إنياب النجيري. هجمة على اليمين سريعة انطلاقة لمسة أولى من حسن بوعين حسن الهجمة وفرقرته حسن أبو علي وتصويبة تترد محمود بن حليب أطعوها مرة ثانية لعيب الرجاء لجبيرة اللمسة للحفيظ والهدف جول ولكن في تسلل اللقاء السيد جو إنجامبو تسلل تسلل عطف اليمين لأبو علي أبو علي أبو علي عرضية عالية فوق والهدف جول جول. العب يا موهوب العب يا فنان بص العرضية حلوة ازاي والجماعية روعة. هجمة سريعة خطير العرضية والهدف مش ممكن الحمد لله الحمد لله طلعت فوق العرض.